بطاقات الائتمان والحكومة الإلكترونية أمتى لبنان بيصير مجتمع فعلا ما في مصاري ورق بيستند أو بيتكل على بطاقات الائتمان بطاقات الدفع اللي هي أفضل للجميع؟ سيدة رندا بديري رئيسة مجموعة حلول الدفع الإلكترونية وخدمة البطاقات ببنك عودة. سيدة رندا كانت رائدة بهذا المجال وهي ضيفتنا بهيدي الفقرة. أهلا وسهلا فيك ست رندا. أهلا فيك. عم تقومي بشغل كمان كبير مع الحكومة مع الوزارات المختلفة مع المؤسسات العامة تقنعيهم أنه خلوا الناس تدفع أونلاين. بدي فوت دغري بالموضوع معك بهيدي المسألة اللي هي مهمة كتير. وين صرنا؟ جهودك وين صارت بهالمجال؟ ونحن يمكن عم نجرب نساعدك نعمل ضغط معك تنقل لهم انه هيدا الشيء الافضل. عيب الواحد يروح يقف بالصف يدفع فاتوره بقى. فوين صرنا؟ اول شيء الحكومه الالكترونيه بلبنان هي ضروره ملحه، وهي الشغله المساج اللي عم نجرب نعطيها للبلد صلنا تقريبا شي سنتين اكثر حتى 3 سنين لحد هلا. انا بعتبر حالنا انه نجحنا، انه اول شيء بلشنا اجاري اونلاين مثلا، صرنا عم ندفع فواتير التليفون اونلاين في مع الالفا عبر الانترنت. بعدين مع شركه الفا ومع شركه تاتش كمان قدرنا نتوصل انه يصير كمان تدفع فواتيرك التليفون الهاتف السيلولار عن طريق الاونلاين. بس هول الاشياء اللي كانت موطنه ما بيحسوا فيها الناس، يعني الفواتير الموطنه بالبنك. ايه؟ هلا حتى التوطين ما عاد له حاجه بوجود الدفع عبر بطاقه يعني الائتمان. في كثير عالم من الاشخاص بفضلوا، اكثريه الاشخاص بفضلوا يشوفوا الفاتوره يتاكدوا منها بعدين هن يكون عندهم القرار للدفع. صحيح. يعني مشان هيك قصص التوطين، اوكي في عالم اللي ما بتحب تطلع على شو فواتيرها بتكون اوتوماتيك بتروح على البنك بتندفع، بس اكثر العالم اللي هو هذا صحي اكثر وطبيعي. صحيح. اكثر انك تدخلي اول الشهر تتفرجي على شو فاتورتك التليفون او شو عليك هذا وتوافقي عليه واساسا تدفعي. ولذلك نحن ما بننافس التوطين، ولكن هيدي الطريقه اسهل واحسن من التوطين. شو عدد اللبنانيين اللي بيستعملوا اليوم اذا عندك احصاء شيء تقريبي بيستعملوا الكريدت كارد؟ وقد ايه عم بيتزايد هيدي الاعداد؟ قد ايه النسبه الى ارتفاع؟ بلش الكريدت كارد بلبنان سنه 93 بلشنا، وقتها كان زيرو تقريبا خصوصا بعد الحرب. هلا بتستغربي انه صار تقريبا 60% من العالم تستعمل الكريدت كارد، صار المبالغ تستعمل هيوج، مليارات الدولارات تصرف على الكريدت كارد، وبعدين صار بحياته اليوميه الواحد حتى اذا صار بيشتري سيارات على الكريدت كارد، صار اي شيء مش بس مثلا مطاعم او يدفع مشتريات او هيك شيء، صار كل الاشياء الاحتياجات اليوميه عاملها على الكريدت كارد. هلا عم ننتقل على قصه الحكومه الالكترونيه انه نقدر نفوت على المستهلك او المواطن نعطيه معلومات واضحه وبكل شفافيه ونطلب منه بعد ما يشوف فواتيره او يشوف الاشياء المستحقات عليه بالنسبه له خدمات انه يدخل اونلاين ويقدر يدفع. شو يعني حكومه الكترونيه؟ يعني عم نحكي على كل الصعود الدفع بيكون عبر الكريدت كارد او اكثر من ذلك؟ اول شيء خلينا نبلش نقول شو هي الحكومه. الحكومه هي شغلتها انه تقدم خدمات للعالم، خدمات عامه. هالخدمات احسن ما يروح الواحد يركب السياره ويعلق بعجقه سير ويوصل لهونيك وينزل ليقدر يدفع خدمه من الخدمات. هيدي هو اونلاين اوكي مترتبه عليه. طيب بدون ما نعذب المستهلك او المواطن انه شيء مترتب امر الله عم يطلع منه مصاري كمان بده يتعذب ليوصل. ولذلك المطلوب من الحكومه الالكترونيه انه الواحد بيدخل على مثلا وزاره الماليه على محل ما بده يدفع مخالفه سياره كهرباء او معقول بعد في جوبات بيبرموا باب مثلا لباب مثلا. نحن مثلا الكهرباء كثير جربنا وزاره الكهرباء وعم نجرب كل يوم كل يوم لا نزال. يعني انا تجاربي مع الوزارات متواصله، يعني المؤسسة أو الوزارة؟ مع الفرق لا، مع المؤسسة ومع الوزارة ومع وزارة المالية مع وزارة الاقتصاد عم نجرب. يعني آخر شيء نجحنا مع وزارة الاتصالات بقصة الأجير ومشيناها هالقصة من شيء تقريبا 5-6 أشهر، وهلا إن شاء الله قريبا عم نشتغل مع وزارة العمل مصلحة المياه مع المرافق.
مع وزارة العمل. هلا يعني عنا قريبا موعد مع الوزير. شو شفت بالمرافق؟ المرافق المرافق العامة. لأنه كمان يعني تخيلي جايكي بارسل بدك تروح تستقبلي طرد بريدي، كمان أحسن ما تضلك تمري عن طريق من شخص لشخص لتدفع الواحد رشاوي وتخليص معاملات. بيقدر هو يدخل ويعمل تراكينج لهالبارسل أو لهالطرد البريدي وين صار، بيقدر بحط رقم المعاملة يعرف قديش بتكلفه هيدا، وبيدفع أونلاين وبيسحب ورقة من عن طريق الإنترنت بيعطيها للموظف اللي عنده بيروح بيسحبها من البور. هاي امتين رح تصير؟ هي هلا مقدمين الطلب للوزاره لسه ناطرين موافقات كله يعني. بس هو ليه بدهم موافقات سترندا؟ يعني اذا موجوده الاليه اللي بتخلي هذا العمل ينتظم ويشتغل، ليش الوزارات بدها تتلكا بهذا المجال؟ انه كل العالم صار هيك، شو ناطرين؟ مش بس موجود الاليه، كمان نحن كمصارف مستعدين ندرب، مستعدين كمان نمول، مستعدين نساعد. يعني نحن ما فيك تتصوري شو، لانه نحن عم تهون لنا حياتنا. شو استفادتكم انتم؟ استفادتنا اول شيء بوابه الدفع اكيد، لانه لما بتصير كل الدفع بيمروا عن طريق بطاقات الائتمان، اذا صار عن طريق بطاقات الائتمان هذا كله نحن بتستفيد بنوكي. بعدين تكوني نحن، لانه كمان شو الاوبجكتيف تبع البنك؟ اوبجكتيف انه ننقل من مجتمع كاش بيست سوسايتي لنروح ل كاشلس سوسايتي، لمجتمع يكون بدون نقد. يعني نحن كل ما صرنا مجتمع بدون نقود كل ما احسن لنا واوفر لنا واحسن للمواطن واحسن للمستهلك، ومصرف مركزي بينبسط كمان طبع العمله وكل هدول القصص. الكلاف كلها يعني بتكلف المواطن كثير، وعمليات تبييض العمله وكل هذه المسائل اللي عم بتحط لبنان كمان دوليا تحت دوليا عم يطلبوا انهم يعرفوا الدولار من وين جاي. بينما عن طريق الكريدت كارد يو كان تريس كل شيء، اي شيء بتعمل له تراكينج كيف ببلش وين بيروح وين بيصير. بس الناس اوقات كمان بتخاف انه لما بحمل بطاقه انا ائتمان ممكن هيدي البطاقه توقع باي ايد، او حتى طريقة راندوم يقدروا يسحبوا لك أموالك من دون ما يكون عندك كنترول كامل عليها. يعني لحد اليوم إذا بدك تقنع حدا من عمر معين بيقول لك بيصير فراود كتير، بيصير كتير مسائل ترانزاكشنز بتصير من حسابي وما بقدر أنا ثبت أنه مش أنا اللي استخدمتها. هيدي صار لها حل؟ هلأ أول شيء لقينا نحن الحل من 10 سنين، أول شيء بالإس إم إس أليرت. لما طلعنا ببنك عودة أول كل ما بيصير عندك أي ترانزاكشن بأي لحظة بتجيك الأليرت أنه شو هي العملية، يجيك مسج على تليفونك أنه أنت انسحب هالقد من حسابك، مسج على التليفون انسحب هالقد وباي دقيقه او اي لحظه وعند اي تاجر. وبنفس الوقت بيجي نمره التليفون 24 ساعه موجوده انه في حال ما كنت انت عاملها العمليه راسا بتلفن على نمره معينه لتوقيف البطاقه. انا صارت معي ايه وحكيتك انا عندي خط معك، هيدا من حظي. بس انه حتى اي شخص عنده بطاقه دغري بيكون في رد وبيلغوا هيدا التحويل راسا، بيوقفوا البطاقه بيلغوها وراسا بيرفضوا العمليات. اللي يعني قصدي الشخص ما بيتحمل اي شيء، في شركات بين المصارف وفي شركات تامين كمان بتتحمل هالشيء. وبعدين نحن هي اول طريقه الواحد ليحمي المستهلك من هالموضوع. في عنا الطريقه الثانيه هو الانتقال لبطاقات تشيب. هلا كل البطاقات صاروا بيوس، فصار السرقه اللي فيها بين كمان، اللي فيها بين اولا فيها بين وبعدين بيوس، وسرقه البيوس او الهاكينج للبيوس منه سهل. هلا لهلا لسه عم بيصير اشياء لما عم يتزور الكارت ويروح يستعمل بامريكا، لانه لهلا امريكا ما دخلت بقصه تشيب، لانه عطوها وقت طويل ماستر كارد وفيزا، قالوا لها لانه بتعرف امريكا كبيره ولبين ما تقدر تعمل ابجريد لكل المكانات وتقدر تنقلهم على تشيب بده يكلفها مصاري كثير. ولذلك طلبت عطوها الفرصه هلا لاكتوبر. باي اكتوبر اي بطاقه بتتزور وبتستعمل بامريكا هي بيكون مسؤوليه امريكا، ما بقى البنوك ولا شركات التامين تبع اللبنانيه بتقدر تحملها، صار خلص هن بصيروا مسؤولين. بس عاده يعني شركات بطاقات الائتمان العالميه هي اللي عم تتحمل لما يصير في اي شيء مش من هذا البطاقات الائتمان، هي المصارف اولا شركات التامين وشركه اذا كان المصارف فيها بتحملها شخصيا بتكون عامله شركه تامين. طيب لما الناس يكونوا عم بيحضروا تلفزيون ويطلعوا ويلاقوا انه بطاقات الائتمان عم تتخانق على المستهلك، انا بعطيك مايلز، انا بعطيك مايلز اكثر، انا بعطيك هدايا، انا برد لك كاش، ما لازم الواحد يقول تبع شو هالاستقتال هالقد بتطلعوا مصاري من كريدت كارد؟ بدي اقول لك شغله، هي
فيها كلف كثير، فيها مدخول كبير بس فيها كلف كثير، مثل ما قلتي هلا عم تقولي اساس التامين بيحملها لما بصير اي فرود بيحملها المصارف، ففيها مصروف كبير، وبتعرفي انه قصص المايلز وقصص الهدايا وقصص الدعايات هون عم بدفع حقهم بالاخر انا. ايه مزبوط. كيف عم بدفع حقهم؟ اذا انت عم تاخذي مني فعلا اذا معي كريدت كارد او ديبت كارد عم بدفع على الوقت ما عم تاخذي مني فايده اكيد. كيف عم تستفيدي؟ نحن بنستفيد من التاجر مش منك. أوكي. يعني حامل البطاقه لما بيروح على الريستوران بيستعمل، نحن لما بندفع للريستوران بندفع بالريستوران لانه عطينا في 1% يمكن او لا تقريبا هي بتتراوح ما بين امريكان اكسبرس اكثر شيء 1% ما هي؟ لا اكثر امريكان اكسبرس من 4-5% ماستر كارد فيزا عاده من 2.5% ل 1.5% ديبيندز يعني. مشان هيك بعد في محلات لحد اليوم باوروبا بهيدا مطاعم بيقولوا بدنا كاش ما بناخذ كريدت كارد مزبوط ولا العموله يعني مزبوط بس هي هلا بوجود قصص الانتي ماني لاندرينج وقصص الكاش لانه هلا صار لما التاجر بيقبض كاش ليروح حطها بالبنك البنك ما بقى يستقبله لياخذ ولذلك كمان هيدي القصه كلها يعني قصة عالم البطاقات هو العالم يلي هو بيحضرنا للمستقبل لانه نحن بدنا شفافيه هو بيامن الشفافيه وبدنا المستهلك يصير يعرف وين التريسينج وين راح وين اجى من وين اجى المصاري من كل هدول الاشياء يعني نحن بدنا نشكرك ونهنيك وما بعرف اذا في شيء بعد بدك تضيفيه بس ما في شك انه اللي عم تقوموا فيه شغل كثير جيد لنرجع نحط لبنان على الخريطه اكان تجاريا او على صعيد كمان القطاع المصرفي مهدى هذا البلد بشكل كثير كبير رغم انه في ناس يمكن يعترضوا على هذا الكلام حتى الساعه هذا هو الواقع بلبنان بدي اشكرك ست رندا بدير على وجودك معنا أنا هيدا ما كان اعلان هيدا اعلام واللي عم تعمليه مع الوزارات نحن كمان حديك انه المؤسسات العامه الوزارات لازم يكون في تسهيل كثير كبير المعاملات لازم تكون باسهل طريقه ممكنه وبما انه انتم عارضين الدرب وبعتقد ما في اي مشكله بقى يعني انا بس بدي اضيف شغله في اشياء مش بمتناول يدنا يلي مثلا اشياء سياسيه على القليل الاشياء الاقتصاديه متناول يدنا يتركونا نشتغل بس يعني يتركونا شي بايدنا يعني شي بايدنا على القليله هالوزارات اذا ما طالع بايدها شيء على القليله نحن بنتساعد مع بعض حتى نقدر نامن سهوله الحياه للمستهلك لانه في عندنا بمحلات في صعوبه حياه للمستهلك على كل حال في نقد اليوم على الانترنت كمان عم بيصير معروف اكثر واكثر بيتكوين بعد ايه. اسمه لازم كمان شي نهار نحكي عن هيدا الموضوع ما في شك واصلين لنهار ما في اوراق نقديه ورقيه بين ايدين الناس وانا بشكرك عم بتعجلي لنا المراحل ست رندا بدير شكرا على وجودك معنا بهالحلقه مشاهدينا انا بدي اشكركم على المتابعه وبشوفكم الاسبوع المقبل الى اللقاء